طاب يومكم أعزائي الطلبة. طلبة مدرسة المناهل الدولية في الصف الثالث، صياما مقبولا وإفطارا شهيا بإذنه تعالى. ننتقل اليوم في محور محبب لكم وعنوان درس محبب جدا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. طلبة الصف الثالث، مادة اللغة العربية. موضوعنا لليوم حل تدريبات. تدريبات درس جميل جدا، ألا وهو صناعة الدمى. صناعة الدمى، هل أحد منكم لا يحب الدمى؟ بالطبع لا، جميعكم يحب الدمى. تعالوا معا نتعرف إلى صناعة الدمى. نتذكر معا بعض الأفكار التي وردت معنا في الدرس لكي تساعدنا في حل التدريبات. بداية، الطلاب هم في الصف الثالث. تذكروا درس من الصف الثاني، أحسنتم، وتحدثوا مع المعلمة حول موضوعات الدرس في الصف الثاني. تحدثوا عن صناعة الدمى ومراحل تطور صناعة الدمى. كيف كانت صناعة الدمى قديما؟ تصنع الدمى قديما من أدوات بسيطة كالطين مثلا والشمع أو خيوط صناعية بسيطة أو الشعر أو قطع خشبية بسيطة تلون وتزخرف بأشكال معينة. هذه القطع الخشبية كان لها خصوصية خاصة عند الفراعنة. ما هي هذه الخصوصية؟ أحسنتم، كانوا يدفنون هذه الدمى ويضعونها في القبور معهم. لماذا؟ لأنها تدل على منزلتهم الرفيعة والعالية. أحسنتم. ومن ثم تطورت صناعة الدمى وأدخلت إليها مادة البلاستيك، وبدأ العمال يتفننون بها وأصبح لها مصانع كبيرة. ومن ثم تطورت إلى أن أصبحت إلكترونية وأصبح لها مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي ولاقت رواجاً كبيرا وإقبالا من قبل الأطفال، أليس كذلك؟ أحسنتم. ولكن هناك مثل اختتم به الدرس، جميل جدا. من يجتهد في علمه وعمله ينجح ويتطور. من يجتهد في علمه وعمله ينجح ويتطور. فأطلب منكم جميعا الاجتهاد في علمكم أولا ومن ثم عملكم ثانيا. لماذا؟ لكي ننجح ونتطور. سأبدأ بأستوعب وأفهم. أولا، السؤال الأول، ماذا يقول لك؟ أين يتلقى الأطفال، أو أين عفوا أين يلتقي الأطفال عادة؟ أين يلتقي الأطفال عادة؟ أين يلتقي الأطفال عادة؟ في المدرسة أو الحديقة أو في صالات الألعاب. إما كانت تصنع الدمى قديما، إما كانت تصنع الدمى قديما برأيكم؟ إن مواد بسيطة كالطين أو الشمع أو الخيوط الصناعية أو قطع خشبية. أحسنتم. السؤال الثالث، أصف الدمى التي تم استكشافها في عصر الفراعنة.
أصف الدمى التي تم استكشافها في عصر الفراعنة. قطع خشبية صغيرة وتلون بطرق مختلفة. تحدثنا قبل قليل كانت تضع معهم في القبور، لماذا؟ لتدل على مكانتهم الرفيعة والعالية. أحسنتم. ننتقل إلى ثانيا. أضعكم فكرة من الفكر الآتية أمام المقطع المناسب لها في النص السابع. ما هي الأفكار؟ تطور صناعة الدمى. تذكروا درس الصف الثاني، الألعاب الإلكترونية، صناعة الدمى قديما. هذه الأفكار جميعها وردت معنا في الدرس، سنحدد المقطع التي وردت به. تطور صناعة الدمى في أي مقطع؟ في المقطع الثاني. أحسنتم. تذكر درس الصف الثاني، المقطع الأول. أحسنتم. الألعاب الإلكترونية، المقطع الثالث. صناعة الدمى قديما، أيضا المقطع الثاني. أحسنتم. أكملوا شفويا مراحل تطور الدمى والألعاب في المخطط الآتي. سنرسم معا في هذا المخطط مراحل تطور صناعة الدمى. بداية كانت صناعة الدمى كما أسلفنا من مواد بسيطة، مثال الطين الشمع. تطورت فأصبح هناك خيوط صناعية أو الشعر، وأيضا تطورت وأصبح هناك قطع خشبية، وفي العصور المتقدمة أصبحت مواد بلاستيكية. إذن المخطط على الشكل الآتي: بداية صناعة الدمى من الطين أو الشمع، تطورت خيوط صناعية أو الشعر، مع التطور قطع خشبية، أيضا مع التطور مواد بلاستيكية. أضع إشارة صح أمام الإجابة الصحيحة مما يأتي: تطور صناعة الدمى يدل على تطور العلم، إقبال الأطفال على الألعاب، الاهتمام بالأطفال، الجشع والطمع عند التجار. تعالوا ننظر معا. تطور صناعة الدمى على ماذا يدل؟ يدل على تطور العلم، صحيح صح أم خطأ؟ صح. إقبال الأطفال على الألعاب، صح أم غلط؟ صح. الاهتمام بالأطفال، أيضا صحيح. الجشع والطمع عند التجار، خطأ. لماذا؟ يجب أن نحسن الظن بالجميع، والتجار هم بشر، ويجب أن نحسن الظن بهؤلاء البشر. إن بعض الظن إثم. أحسنتم. أطرح سؤالا حول استخدام الفراعنة للدمى. لاحظنا كيف استخدم الفراعنة الدمى، وذكرنا بأن الفراعنة كانت تستخدم الدمى الخشبية أو من قطع خشبية وتلون بأشكال مختلفة، وكانت تضع الدمى في القبور للدلالة على مكانتهم، أليس كذلك؟ إذن دعونا نطرح سؤالا، السؤال على الشكل الآتي: متى استخدم الفراعنة الدمى المصنوعة من قطع خشبية صغيرة؟ متى استخدم الفراعنة
الدمى المصنوعة من قطع خشبية صغيرة منذ 2000 عام قبل الميلاد. ننتقل إلى تدريبات القراءة. تدريبات القراءة: 1. اقرأ المقطع الآتي مراعيا لفظ الأحرف س ص ث ذ لفظا سليما. 2. ولم تقف عند هذا الحد، بل تطورت أكثر، فأصبحت ألعابا إلكترونية يمارسها الأطفال على الحاسوب بواسطة الأقراص المضغوطة، وخصصت لها مواقع كثيرة على الشبكة الإنترنت أيضا. أعيد قراءة هذا المقطع: ولم تقف عند هذا الحد، بل تطورت أكثر، فأصبحت ألعابا إلكترونية يمارسها الأطفال على الحاسوب بواسطة الأقراص المضغوطة، وخصصت لها مواقع كثيرة على الشبكة الإنترنت أيضا. لاحظوا إلى هذه الأحرف الملونة س ص ث ذ. أطلب منكم إعادة قراءة هذا المقطع قراءة صامتة مع التركيز على هذه الأحرف. أنتقل إلى اللغة والتراكيب. اللغة والتراكيب: ما هي لغتنا؟ اللغة العربية. أحسنتم. لماذا نحن نشجع على تعلم اللغة العربية؟ رائع جدا، لأنها لغة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وأيضا لغة أهل الجنة. أتمنى لكم الجنة جميعا. السؤال الأول: أختار من المقطع الثاني جملة تدل على قدم صناعة الدمى. عودوا إلى المقطع الثاني وقراءة صامتة للمقطع الثاني، ونستخرج منه ماذا؟ جملة تدل على قدم صناعة الدمى. إن صناعة الدمى قديمة جدا. إن صناعة الدمى قديمة جدا. السؤال الثاني: أصوغ عبارة وفق العبارة الآتية. إذا أردت أن تعرف أين يلتقي الأطفال، فما عليك إلا أن تذهب إلى المحال التجارية. إذا أردت أن تعرف أين يلتقي الأطفال، فما عليك إلا أن تذهب إلى المحال التجارية. إذا أردت أن ترى الأطفال وهم يلعبون، اذهب إلى المحال التجارية. ويمكن أن تضيفوا جملا أخرى ترونها مناسبة. أبحث في النص السابق عن معنى كلمتي مكانة وإقبالة. نعود إلى النص ونعود ونقرأه قراءة متأنية، ونستخرج منه معنى، بمعنى مرادف لكلمة مكانة وإقبالا. مكانة مرادف لها منزلتهم، وردت معنا عندما تحدثنا عن الفراعنة، وردت كلمة منزلتهم. إذا معنى كلمة مكانة هي منزلة. أحسنت. وإقبالا رواجا. رائع جدا. أتذوق. هيا بنا نتذوق. أستبدل بالكلمة الملونة في الجملة الآتية كلمة مماثلة في المعنى.
فقد كانت توضع في قبور الفراعنة الأغنياء لتدل على منزلتهم العالية. الكلمة الملونة منزلتهم. هيا بنا نستبدلها بكلمة مماثلة. مكان. أحسنتم، قبل قليل وردت معنا. أعبر بجملتين عن شعوري تجاه هذا التطور في التكنولوجيا. قبل أن أعبر، لابد أن نتذكر المثل الذي اختتم به الدرس: من يجتهد في علمه وعمله ينجح ويتطور. أنا أحب صناعة الدمى وأراقب تطورها. أنا أحترم صناعة الدمى لأنها تسعد الأطفال. أحسنتم. هكذا نكون قد انتهينا من حل تدريبات درس الدمى. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله.